لفت انتباه جميع المتابعين لعملية طوفان الأقصى ما كان مرسوماً على جناحي الطائرات المسيرة لكتائب القسام الزواري. فلمن يعود هذا الاسم وما هي قصته؟ الزواري هو صاحب فكرة أول طائرة عربية تحلق فوق وزارة الدفاع الإسرائيلية وتلتقط صوراً لها ثم تعود إلى قاعدتها في غزة عام 2014. ولد المهندس محمد الزواري في مدينة صفاقس التونسية عام 1967 وانضم إلى كتائب عز الدين القسام الفلسطينية. أشرف الزواري على مشروع صناعة الطائرات المسيرة لكتائب القسام وأسمى طائرته أبابيل واحد، والتي ظهرت لأول مرة في معركة العصف المأكول عام 2014. نعته كتائب القسام كأحد قادتها بعدما اغتاله الموساد الإسرائيلي بإطلاق النار عليه أمام منزله عام 2016 في مدينة صفاقس. عمل الزواري كذلك على تصميم غواصة مسيرة عبر رسالة دكتوراه كان يعمل عليها قبل اغتياله. أطلقت كتائب القسام اسم الزواري على مسيرتها الجديدة والتي أطلقت منها 35 طائرة خلال عملية طوفان الأقصى تزامنا مع اقتحام مقاتليها المواقع الإسرائيلية في محيط قطاع غزة.